رئيس جمعيه المثقفين التنميه اكادير. اذا نشكركم كجسم اعلامي لمدينه الذين حضرتم الذين قمتم بمواكبه هذا الحفل الختامي الذي نظم لفائده المستفيدات والمستفيدين من برنامج اوراش جوج ورش معالجه ورقمنه ارشيف محاكم الدائره القضائيه بمدينه اكادير. هذا الورش الذي دام لمده 5 أشهر وعرفت اطير 120 مستفيد ومستفيده من البرنامج. كما تعلمون برنامج حكومي بشراكه مع مجلس عمال اكادير وتنان والمديريه الفرعيه الاقليميه لدى محكمه الاستئناف باكادير. فالشكر جزيل لكل المسؤولين الاداريين والقضائيين لمحاكم المدينه، والشكر جزيل لاعضاء واطر الجمعيه الذين قاموا بعمل ممتاز، عمل في التاطير، عمل ميداني، عمل في الارشفه، في الرقمنه، في معالجه الملفات. الشكر جزيل لكل المستفيدات المستفيدين، الشكر للمسؤولين القضائيين مجددا، وفي انتظار الاعلان على برنامج اوراش 3 لتمكين الشباب من الادماج في سوق الشغل، رغم ان عقود قصيره المده ولكن عقود ممتازه جدا تمكن الشباب من التمكين المهني، التمكين من اجل ادماجهم في سوق الشغل. وشكرا لكم جزيلا. السلام عليكم، معكم أميمة نظيف، مستفيدة من برنامج الحكومي أوراش ورش معالجة ورقمنة أرشيف محاكم الدائرة القضائية بأكادير. نعاود لكم شوية على التجربة ديالي في هذا البرنامج. المحكمة الابتدائية بالضبط النيابة العامة كانت واحد التجربة اللي جد رائعة، وأنا من المحظوظين أنني استفدت من هذا البرنامج الحكومي. استفدت العديد من الأشياء بحكم انني مارست عمل ديالي في الارشيف. جربتي في ورش رقمنه الارشيف، قمنا بمعالجه وترتيب الملفات وملء العلب وكذا المسح الضوئي لهذه المعطيات. برنامج اوراش غادي يفتح لي افاق في سوق الشغل، غنكون مؤهله انني نخدم في جميع القطاعات. واخيرا كانت واحد التجربه اللي جد فريده من نوعها، وكنتمنى تكون اوراش لدفعتها الثالثه باش يستافدوا ناس اخرين ويخوضوا هذه. شكرا. رضوان الباز، استفدنا في هذا البرنامج، استفدنا من بزاف تاع الحوايج في المجال ديال القانون في المحكمه تاع الاستئناف باكادير، واستطعنا من خلال هذا البرنامج اننا نتعرفوا على 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 مجموعه من 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 المصالح ومن 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 يعني المصطلحات القانونيه، ومن خلال الاشتغال بمجموعه من المصالح بمحكمه الاستئناف باكادير، حيث قمنا برقمنه الارشيف بمحكمه الاستئناف باشتغال مع مجموعه من المستفيدين من اوراش ومع الموظفين اللي استفدنا منهم واستفدنا من التجربه تاعهم في المجال ديال القانون وفي المساطير القانونيه، وكانت استفاده كبيره اللي غتمكننا ان شاء الله باش نفتحوا على المجال ديال العدل، ونستطيعوا اننا نشتغلوا ان شاء الله في عمل اخر ان شاء الله في المستقبل. حكيمة إيت العزيز، مستفيدة من اوراش المحاكم القضائية بأكادير. استفدت من اوراش باني كنت يعني رقمنه الارشيف وملء العلب، عاده رقمنه الارشيف، وخدمت في قسم المحاضر، يعني درت مجموعه ديال لي زاكتيفيتي، منهم قسم المحاضر، عرفت بالمساطر اللي كتواجههم من حيث كيوصل المحضر للمحكمه الى ان كيتحكم وكيدوز سمتهم. ومن هذا المنبر كنتقدم بالشكر رئيس مصلحه النيابه العامه ابتدائيه اكادير، ورؤساء المصالح عامه، وبرئيس جمعيه المستقبل الاستاذ مبارك الجناوي. وشكرا.